فأنا أشكر الإعداد الشكر الجزيل، وأشكر أخوي عمار، وأشكر الجميع، لأني طلبت أنه يعرض سفر ثلاث دائما يشاركون وكانت مبالغهم عالية. واليوم انظروا المفاجأة معنا في هذا التقرير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، نرحب بكم من اطهر بقاع الارض وفي هذه الايام المباركه العشر الاواخر من رمضان. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. من اطهر بقاع الارض، من هنا يتم تفطير الصائمين في ساحات الحرم المكي الشريف. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. خلونا نشوف مبادرات اليوم وتقرير اليوم لهذا المشروع. فطر الصايم ولك مثل اجره، فطر الصايم ولك مثل اجره. في الحرم اجر كبير لكل حاج وما تمر فاض عمره، يا ديار عامرة خير للدين، يا قلوب واهب البيت زهرة، يا قلوب واهب البيت زهرة. خيرك كثير فضل يدوم وكل. مشاهدينا الكرام، قائمة التبرعات لهذا اليوم 21 من شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران. فالخير تبرع بسفرة تفطير 500 صائم، وهي عبارة عن سفرة الخير. وفاعل الخير أيضا تبرع بتفطير 70 صائم، وأيضا الأخت صندلة مرعي الله يجزاها خير تفطير 65 صائم، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم. وأيضا عندنا سفرة الخير من فاعلة خير، يعني أسأل الله أن يشفيها هي وأسرتها، تمر بأزمة، أسأل الله أن يشفيها في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان الطيب الطاهر. أدعو جميع المشاهدين، كل من يشاهدنا ويسمعنا، أن يشفيها هي وعائلتها، وأن يديم عليهم الصحة والعافية والأمن والأمان يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، هذه هي مبادراتكم في العشر الأواخر من رمضان. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا ديار عامرة خير للدين، يا قلوب واهب البيت زهرة. ندعي لهم أن ربنا يشفيهم من المرض يا رب، ربنا يشفيهم ويزعهم من المرض يا رب. حاجة منه لا شافي الأشفاء إلا شفاك أنت يا رب. اشفي هذا صاحب العمل الخير والبركة. ما شاء الله متواجد معانا في السفرة يوميا، وشايفينك ما شاء الله تبارك الله بتساعد الشباب في فرد السفر في توزيع الوجبات. هذا أقل واجب حقيقي قدمها البلاد الحرمين التي تربينا فيها يعني. والله هو اللي نوجه الشكر الجزيل لجمعية استدامة على جهودها المخلصة والطاقم العامل فيها، ما يقوموا به من خدمة جليلة يعني ترفع الرأس. ضيوف الرحمن من خلال أدائهم في العمل، من خلال ابتساماتهم، من خلال مشاركتهم الفعالة يعني تجاه ضيوف الرحمن. وهذا ليس بغريب على قيادة المملكة العربية السعودية مثل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمرهم إن شاء الله، وكذلك الجهود المشكورة التي قامت بها الرئاسة العامة لرعاية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخدمات جليلة بالرغم من كثافة السكانية التي شهدها ساحات وروقة المسجد الحرام. ولكن الحمد لله من جهود أمنية كبيرة وتكاملة في هذا الحرم، جهود وخدمات جليلة يشكرون عليها قيادة المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وقيادة. يعني صراحة القناة المفضلة في البيت قناة الواقع، يعني تابعها لغاية الساعة 2. أقول لك يعني بصراحة يعني لما تفيز مهم برامج توعوية وإنسانية واجتماعية ودينية صراحة متفاعلين فيها. وإحنا برضه الطاقم اللي موجود الإعلامي نشكرهم على أخلاقهم وعلى ابتسامتهم وعلى تفاعلهم مع ضيوف الرحمن في هذا البلد الحرام،
ونسأل الله أن يختم لكم بخير والسعادة والبلاد الحرمين الأمن والأمان والرقية رب العالمين. نعم. كما شاهدتم مشاهدين الكرام، من أول أيام رمضان الفضيل إلى هذا اليوم يتم تفطير الصائمين هنا في ساحات الحرم المكي الشريف. كما تشاهدون الآن ضيوف الرحمن يتناولون الإفطار، أسأل الله أن يتقبلها منا ومنكم إن شاء الله وصالح الأعمال. ولا تنسوا كل من ساهم ودعم معنا في هذا المشروع أن يتقبل منه يا رب العالمين. إلى ذلك الحين نراكم غدا إن شاء الله. شهر خير شهر رحمة يا راجين والسعيد. شكرا أخي عمار على التقرير الجميل، شكرا للإفطار داخل الحرم، شكرا للبذل والعطاء، شكرا لمن بذلوا في هذه، جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تجدوا ما تكافئوا فقل جزاك الله خير، فالجزاء عند الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم جميعا، لكل من بذل، لكل من سعى، لكل من نشر، لكل من دعا، لكل من ساهم، لكل من أراد ولم يستطع إلا بقلبه، فأسأل الله أن يكتب لك الأجر جميعا لنا ولكم يا رب العالمين. شكرا لكل من دائما يساهم معنا، شكرا من خلف الشاشات الإعداد وأخي محمد شويعر بالذات لأنه دائما سباق بالجميل ودائما حريص على ما ترونه من جمال في هذه السفر. وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى أو بعد غد سوف تجدون مفاجأة جميلة بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أحبة أعرضوا لنا التقرير إذا هو موجود جاهز، تقرير النسبة، عذرا أعطوني النسبة.